السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، في هذا الشريط سنتعلم كيفية إنشاء كل من المربع والمستطيل باعتماد خاصية القطرين. أولا سنبدأ برسم المستطيل. بواسطة المسطرة والبكار نرسم الدائرة C1، مركزها O1 وشعاعها 3 سنتيمتر. بقلم الرصاص والمسطرة نرسم قطري الدائرة AC و BD. نصل النقط A و B و C و D على التوالي، فنحصل على المستطيل A B C D. من خلال الشكل نستنتج أن للمستطيل قطرين متقايسان ويتقاطعان في منتصفهما. والآن سنقوم بإنشاء المربع. نرسم الدائرة C2 مركزها O2 وشعاعها 3 سنتيمتر. نرسم قطري الدائرة EG و FH حاملاهما متعامدان. نصل النقط E و F و G و H على التوالي لنحصل على المربع EFGH. نستنتج أن للمربع قطرين متقايسان وحاملاهما متعامدان في منتصفهما. أبنائي الأعزاء، في نهاية هذا الدرس يمكننا أن نستنتج أن لكل من المستطيل والمربع قطرين متقايسان ويتقاطعان في منتصفهما، لكن الاختلاف بينهما يكمن في أن حاملي قطري المربع متعامدان. لا يسعني إلا أن أتمنى لكم دوام النجاح والتفوق، وإلى اللقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.